الصدمة رغم كل الفيديوهات المؤلمة والعنف والدمار في غزة، إلا أن المشهد ده هو الأصعب على الإطلاق. جنود الجيش الإسرائيلي ما اكتفوش بالقبض على الأبرياء وتعريتهم من ملابس، لكنهم بمنتهى السادية الغير عادية والغير مبررة مارسوا حفلة تعذيب وتنكيل بشع عليهم بعد ما جردوهم من ملابسهم تماما، إذلال وضرب وسحل. مش بس كده، الأمر وصل لدهس الجنود الإسرائيليين لوجه الفلسطينيين العزل بأحذيتهم. رغم الصراخ المؤلم اللي هتسمعوه دلوقتي، ما توقفش جنود إسرائيل عن التنكيل بالأسرى، بالعكس زودوا من العنف والسخرية منهم. الفيديو يمكن أثار حالة من الغضب العارم، بس حساب إسرائيلي على موقع تليجرام معني بنشر فيديوهات الجيش الإسرائيلي. خلونا نحذركم، الأصوات اللي انتوا هتسمعوها دلوقتي صعبة وقاسية جدا. أكيد طبعاً الأصوات لوحدها تكتفي إن أنتوا تتخيلوا إيه اللي بيحصل في الفيديو، لكن في كمان عدد كبير من التعليقات على الفيديو ده، على فيديو طبعاً التعذيب الإسرائيلي انتشر من نوم مصطفى. جريمة حرب جديدة تضاف لجرائم الاحتلال. أما في تويتة أخرى من أبو إيلان قال: أنا مش متفاجئ، التعذيب يعتبر أسلوب الاستجواب في السجون الإسرائيلية. وأخيراً في حساب آخر من ليون علا وقال: لا يوجد استثناء للمعاملة الغير إنسانية.